لك صورتك لما تلاقيني. اوه ايه عظيم صرت معك. Okay, for the starters, we have beepers, or we call it rice. We have nuggets, we have popcorn. Then for the burgers, we have the wok pounder, we have chicken royal, we have spicy chicken, and we have the super burger. Because our meat is special because it's a USDA beef, and it's freshly made from our central kitchen. Okay, it has two slices of beef. Okay, then we cook it as desired. Well done. Then we put seasoning and mustard, yellow mustard. على الوصل دغري وصلنا على برجر. اشبينا البرجرز كلهم سوا، الناس بتخانق عليهم. انا طبعا 100 جرام، 150 جرام، 120 جرام، 200 جرام. هن عندهم طريقه كثير فريده من نوعها. اول شيء بنبلش ب 40 جرام اللحمه، يعني 2 بيطلعوا 80. عندهم هذا الزيح المصري بحطوه على اللحمه اللي انا ماني شايفه من قبل، وعندهم كثير اشياء ثانيه بيناتهم بحطوا بصل بقلب اللحمه. الحلو فيها انه ثواني وبتخلص، منا سميكه، ما بيعطلوا هم يعرفوا اذا استوت او ما استوت، استوت anyway. وبيستعملوا بوتيتو بون. ميني برجر حسيته هيك ثلاث لقمات رح يخلص. بلشت شطريتي حسه هيك نايسلي اند انجويبلي ستيكي. شقفتين لحمه، شويه ماسترد، ريحته كثير حلوه. كلين، جاست كلين. خبزه، لحمه، ماسترد، وشويه كاتشب. هو عم بيشتغلها جوا، حسيت انه ليش ما حط كاتشب اكثر على الاطراف؟ منا عايزه، او ليش ما حط ماسترد اكثر؟ ابدا ما انا عايزه. جاست كلين كومفورت فود، سوبر كلين كومفورت فود، انجوي بيك كلين كومفورت فود. هيدا اول واحد، بعد في كثير جوا، بنرجع على المطبخ. يلا رجعنا، اخذنا واحد ثاني. هون صار فيه خسه، صار فيه مهدوره، ذكرنا بكونسبت كان عنا اياه بلبنان من زمان، كان اسمه جوسي برجر او وينرز، او شوي دي كاليفورنيا ستايل ان ان اوت، محل ما بتشوفوا هول العلب اللي فيهم 10 برجرز زيت الطريقه. خفيف نظيف، بندوره خسه. هون صار عنا مايونيز، صار عنا كاتشب، شفتين لحمه،
عن جد رائع. يامي خبزة توب. لحمتها قديش رقيقة، كنت خايفين تكون ناشفة بس اوف. ماماز كونفورت فود. طيب دقيقة، شفتين لحمة كتير طيبين، ليش ما بعمل برجر على طريقتي؟ انتونيز كريشن. طيب اذا حطينا اربعة فوق بعض ما بيطلعوا طيبين؟ باك تو ذا كيتشن ماي واي ذس تايم. I'm back. So okay. This time we're gonna do it my way. I need a special burger with four patties. Yes, four patties. طلعت مع أربعة لحمة. بالأربعة لحمة صاروا تقريباً 80-160، يعني قد دبل تشيز برجر كبير. طلع شو طلع. ساعة من قصهم انتبهتوا قديش عم بتقص بسهولة، قديه عم بتدوب دوابين. جويتها في أربع شقف لحمة، شوية خس، بندورة. Very good stuff. Indeed. Very good stuff. إذا كان شوي in and out, California street food, no complication, no spices, just clean. And I love it. القصة ما فيها عزموني من لبنان لأجي أدوق البرجر. قلت مشوار من لبنان بيحرز؟ طلع بيحرز. هلا فهمت شو عندك. وكونسبت صغير ومطبخ صغير ديليفري بس وداين ان ما عندهم، بس هول البرجرز انا بدي اربعه تنبسط فيهم اشبع، يعني واحد ببلش وما في وقت هيك نقرشات. كثير حبيت الفكره، لحمتهم كثير نظيفه، خبزتهم كثير نظيفه. نو باد سربرايزز. اربعه خمسه جات بطاطا ومنقعد منحضر الجيم. حاسس حالي مثل ولد صغير. هلا ما بعرف اذا انا حظي هيك او هي هيك، بس الطقس اليوم كتير مقبول، هوايات مهضومين، رطوبة يعني ولا بد مقبولة، فقلت بقعد بنبسط وبتسلى. من بعد جمعتين بكندا عم باكل لبناني which I love، بس أنا شوية فاست فود وقالي وهيك مقتل وقت ما بيشكم شيء. عندهم برجرز طيبين ومش بس هيك، عندهم بوب كورنز، ديبرز، فرايز، نوغتس، and a load of sauces. هيدي بيتروت لونه سبيسيال، هيدي السيكريت صوص تبعهم، هيدي ما بعرف، وكاتشب اكيد والعدة كلها. هيدا نجرب. كرونشي فريش جوسي تشيكن. Good stuff. والناقص سبع بلاد صغار. That's good indeed. Enjoyable experience. يلا إن شاء الله بيكبروا بصير عندهم 50 فرع مش بس بالكويت، وين ما كان بيستاهل. شغل نظيف مرتب وما بده حك راس، يعني straight forward good quality food. We'll be right back.
رايح على الكويت وبلشت كل الناس تقول لي اوعى ما تروح عند فريج صويلح، يعني مثل كانه ساعات الواحد بيروح على لبنان بيقول له اوعى ما تطلع على معلبك. اتس ذا بليس، هو المحل اللي لازم تاكله فيه. شو كويتي فود، اكل كويتي قديم كثير مشهور وحتى فتح بلندن هلا. او فينا نقعد بالمطعم او نطلع على الطابق الثاني محل ما في الاوض المسكره، شو اسمه؟ كباين اسمه كباين. يعني كان واحد قاعد بالبيت بس بالمطعم، اوضه مسكره مع باب ما حدا بشوف شيء جوا، بتدقوا على الجرس وبيجي الاوردر. قعدنا هيك كوزي دينر فريج سويلح. فتش على الانترنت لكم كم سنه صار له منو وكذا، ما في اباوت سكشن، بس anyway مندوق وخبركم. لازم ندوق الكوكتيل الطبقات. عم نحكي عن كوكتيل فيه مانجو ستروبري اند بانانا اون توب. كول. رح نبلش بالجريش. ما شايفين هي يمكن قمح مع لحمة مع لنتلز سو كريمي، طعمتها كتير طيبة، بهاراتها كتير طيبين، بس بتعبي بطن منيح. تاني وحدة هون عنا خلطة مع شقف من اللحمة، فيها شيء مثل الباستا، عجين، لحم، very enjoyable، مثل طبخات البيت، مثل يخنات البيت، بهارات، لحمة مطبوخة ساعات لما تحسه مثل الهريسة عنا بتضيع بلبنان. وبعدين اجى شيء مع خبز شوي مثل الفتة او شو بسموه تشريب. هلا بدوق. هي شقف من الخبز، شقفتين ثلاثة لحمة مطبوخين كتير بيفرطوا بلا سكين، حبة بطاطا، لكن هاخد شوي من كل شيء. شقفة لحمة، شقفة بطاطا، شقفة خبزة، أكيد في هيدي المرقة المطبوخة منيح، شكله في أشياء هيك صغيرة مبرومة مثل البيز أو شيء أخضر، and then نايس. مثل كفته وبطاطا لبنانيه، عم نحكي على البطاطا المطبوخه كثير وشربانه كل الصلصه، خبز تاشش مثل الفته، شقفه اللحمه مطبوخه منيح. عم تخيل هول هيك بدها ثلاث اصابع على الطريقه التقليديه. اكل احساسه بيتي، فيري فاتي لودد، كثير فيه سبايسز، كثير فيه فليفرز، ببلش من هون بيخلص للاخر. لونه ما كثير حلو بس طعمته كثير طيبه. نايس جيرني. ما عم تقول feels healthy، منه healthy بس انه feels natural and homemade and comforting، comfort food. هيدي شيء كثير حبيته، مش عم كذب عليكم، هيدي طيبة كثير. كويتي مجدرة. نايس. بعدين اجى صحن فيه كبة. الكبة ما بتشبه الكبة ابدا احنا قاعدين عليها، بقلبها في غنم موتون، خلطة كتير قوية، سبايسز كتير قوية. يعني بعتقد لقوا كل شيء موجود بالمطبخ حطوه جوا، فأكيد فيها الأشياء اللي أنا ما فيني أكلها، فما بعتقد رح خاطر، بس شكلها بشهر. الحتة هيك واو، the land, the mountains, very interesting spices, all the markets, spice market كله هون. نايس. قرشي من برا. Very crispy and crunchy and sticky, enjoyably. Feels good. Enjoy for me. It
is good. I feel good. بعد ما عرفكم على سامي، سامي صديق جديد هون، هو عم بيبرق انا وياه، وسامي رح يعلمنا اليوم كيف ناكل بايدينا. انا بدنا ناكل اكل كويتي، بدنا ناكل مثل ما لازم يتاكل. هلا باك اب بلان، بس بنجرب بالايدين اول شيء، فسامي رح يعلمنا كيف بياكلوا بايديهم. زمرك كوريت اوكي، ورقه اللحم اند we will eat by hand. So you said five fingers. Yes, so you mix it. خمسة أصابيع. Yeah. You take the laham. Laham is so tender. Okay. And you pick it. And my turn. Yes. رح نبلش أول شيء بشافة اللحمة. فينا ندوقها قبل. واو. هاي شقفة لحمة. اوكي، سو ناخد شقفة اللحمة. شوية رز. شوية هون. لازم ابرمهم بايدي كلهم هيك. يا سامي كتير سخنين. اوكي، سو بخدها هيك. اوكي. لفتت ما سخنين يا سامي. اوكي، سو باخذها باربع اصابع ولازم اتفشها بالاصبع الكبير. فكره كثير حلوه. رح نرجع لبعضها. المرقه كثير طيبه، كثير طيبه. الزيت كثير طيبين. شقفه اللحمه مطبوخه مظبوط، كثير طريه. في شوية زبيب مخلوطين، رز، لحمة. اوف ديليشس. الصلصة البندورة فيها زيت كتير، رز زيت مفلفلين مظبوط، حبة حد التانية طلعوا ما قلزهم، واللحمة عظيمة. It feels so good. It feels so good. هيدي بقضي عليها وحدة عن جد. كل القطعة قبل طيبين، بس هاي بتيجي بالآخر fills up. Excellent. Sami, I can share with you. No, I'm done. I don't think so. You want to share? I can see that. فعلا. تعالوا لهون لأنه قديم. تعالوا لهون لأن تقليدي. تعالوا لهون تتعيشوا الأجواء. أكيد تحت رح تشوفوا العجقة ورح تشوفوا the local community. بس تعالوا لهون لأنه فعلا طيبين يعني عن جد. ومشهور مش بالغلط. ما بعرف قديه صار له كتير زمان، ما لقيت جواب بقولكم، ما لقيت كم سنة، بس برجع بقول يلا صحتين. آخر شيء ديزرت تحلية عصيدة فيها شيء عم بيسبح، فبعتقد هي قطر معمولة من طحينة فيها شو؟ فيها زبدة أكيد، فيها زيت، فيها سكر، فيها هيل. very interesting. مثل الكراميل على الطريقة العربية، كريمي مثل مهلبية، سبايست مثل اللوتس بيسكوف. لا interesting. interesting شوي مثل ذكرتني بهذه التحلية تبع بيروت القديمة، نسيت اسمه، بس very nice. ولا الأكل طيب الكويت، أكل الكويت طيب. لقيتها اسمها مفتقة، مثل المفتقة شوي، مثل المفتقة. مبين هون إنه مغلية مظبوط، حاسس إنه هيك هول هيك لا يعني غليت مظبوط، شدت على بعضها، بخروا كل الميات. هلا تقيلة يعني أكثر من معلقتين ما قدرت آكل، بس طيبة كتير. حسيت حالي عم بشرب قهوة، عم باكل جاتو، دبس الخروب، شوية طحينة. أخذتني محلات عصيدة. Thank you.
بيتوحم على بينك بيري ايه انا حدا بيتوحم على ريزين كينز يس من بعد ما سكر بلبنان ومن بعد ما فتشت عليه بكندا وما لقيته ريزين كين قاطعين على الطريق قلت لهم ستوب ستوب هيدا اللي بدي اتعشى قبل ما فوت نام ريزين كينز ماي فيفرت تشيكن براند فاتح هون رح ندوقه هلا وحده في بينك بيري فهيدا هيك فروزن يوغرت انهضم قبل ما فوت نام انا بكون خلص اول نهار بالكويت يلا let the experience begin excited بتقرقش وطيب كتير السيجنتشر صوص هي اللي بتعمل كل شيء ومش بس هيك جارليك فري تشيكن ستريبس بينعملوا فريش هلا على مينوت بيرفكت كواليتي بيرفكت كواليتي فيليه اوف تشيكن يعني هارت اوف فيليه اوف تشيكن بنقيهم من جوا سوبر نايس اخر مره اكلت من 3 سنين 4 سنين بيج فان ريزين كين بيج فان فيكم تفوتوا لعندي على الفيديو اللي صورته مع الاونر تقريبا من شيء 4 سنين نسيت ايمتى وكيف فتنا على المطبخ وفرجيني الدجاج من وين بيجيبون كيف السبلاي كيف الدجاج تبعه منه متحيل الدجاج كيف الباتر بيعملوا هون وما بده اختراع كيف ما فيه بودرة ما فيه بصل ما فيه ثوم ما فيه شيء فيه بس حب هلا هيدي garlic bread for you جيب I love it I'm not sharing go get yours فاست فود نايت انا مخفف هيدي بس تنهضم اتس جود مش دعايه للبراندز بس بحبهم فيلز جود اول نص نهار سريع انتروداكشن تو كويت بنلتقى بكره نهار طويل ببلش الصبح بترويقه الماركتس ومنقلع يلا جود نايت صباح الخير جود مورنينج جود مورنينج نهار جديد اليوم بالكويت واهم شغله واحد يعملها ساعه بيوصل لهون يروح على سوق المباركي سوق المباركي هو هيدا الشارع اللي ورايه وغيره 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 اللحم السمك الاكل التقليدي شوبينج البهارات التمور قد ما بدكم نهار جديد بالكويت ببلش هون بتقضوا مينيموم 3 ساعات وجايه من وراها ترويقه غير شكل ترويقه غدا كومباين يلا نهار جديد ببلش هلا
أنا اسمي أحمد علي غريب علي، صار لي 30 سنة بالكويت. هذا اسمه برحي من الكويت، هذا سكري، سكري من السعودية، هذا السكري ناشف، هذا عجب مدينة، هذا شيسي، هذا أخلاص، هذا مقطومي، هذا خنزي. ولا بعد في شغلات ثانية بعد داخل الطريق يجي إن شاء الله. صار في قمر، في عسل، في جبنة، في خيار، في طماطم، في زيتون، في كراعين، في لحم راس، في حميسة كبدة، في حميسة لحم، في مشاوي، في حميسة روبيان. من اول ما جيتوا على بالي جرب، مش مطاعم فانسي والمحلات الكتير مشهورة اللي معروفة على السوشيال ميديا، بس المحلات اللي مش معروفة ابدا او اللي هي تقليدية وبس بيعرفوها لوكلز. وصلنا على السوق اول شيء في مطعم اسمه الشمع، طلبت شوي من كل شيء، ذكرتني ببرنتي بقلب العراق، ان كان مشكل كراعين يلي هو الدماغ الراس اللسان. الكراعين عم نحكي فول، هلا بندوق بنشوف كيف طعمته. هون عنا السودة مقصوصة شقف صغار ومقلية، هيدا التربية يعني هيدا صحن التربية المشكل، لبنة، جبنة، بندورة، خيار، والجيمر مع عسل. بعدين في الخبز التنور والبيض مع بندورة. هيدا أول فوش نكس جاي بعد كل شيء. حتى نبلش شقفة اللسان، بعد لسان الخروف مطبوخه مع كتير بهارات. هون عنا هرب بتطلع شقفة الدماغ محطوط في هذا اللون الاصفر اللي هو يمكن في زعفران بالاخر. الدماغ طري كتير، كلهم هيك بالاخر في خلطة البهارات الفريدة من نوعها بهيدي المنطقة اللي نحن مش معودين عليها. بس اللحمة طيبة طرية. هون عنا شقف من الراس مطبوخين مظبوط، بيفرطوا بالمعلقة. What's up؟ على الترويق.
And then شوية كبدة مع بصل، زيت اللون الأصفر اللي بلحقنا، حامضة أسيدك، خبز كتير طرية، شوية بيض بندورة. الترويقة كتير غنية، الترويقة من الجبل، الترويقة من الأرض، الترويقة من البهارات. الترويقة بتبلش من اللحم للبيض للخضرة، كل شيء مخلوط وكتير غني، بيعبي البطن بيعبي الراس. يعني واحد إذا تروق مظبوط هيك، إذا بلش نهاره بهالترويقة كلها، ما بعتقد بيطلع بيلو يتغدى حتى. لودد، حتى في شوية لبنة هون. Very good لبنة. Very good لبنة. الجيمر مع عسل مثل القشطة، ريتش لودد كريم، جود فود. كل العالم كانت تقول الكويت هن رب الأكل. I agree. شقف اللحمة مع الرز، أربع أو خمس أنواع رز، كل الزبيب اللي موجود هون، اللحمة اللي كتير طرية اللي عم تفرط عن العظمة بلا سكين. هذا صار وقت الغداء، ببلشوا تقريبا على الساعة 10:30 أو الساعة 11. عنا لحمة، شوية رز، delicious food. وحدهم في كل المقبلات او الاشياء اللي بتجي معه. يعني عم نحكي عن فاصوليا، واو حامضة كتير، طعمتها بتاخد العقل، مثل كانه عم نحكي اكل بيت. بطاطا مسلوقة، بامية، هي خنات البيت اللي احنا معودين ناكلهم عند التيتا او عند ماما بالبيت، موجودين على الطاولة. وهون عنا الباذنجان، سوبر يامي فود. ليش حدا عنده هالقد اكل طيب غني، كله غذاء، كله نفس، كله خضرة، ما بياكل فاست فود؟ اوكي، ليك شو رح نعمل؟ بتنقوا المي اللي بدكم اياها، بتحطوا عليها شوي وبناكل. واو اوكي، بدي ارجع لكم وين؟ نحن بالسوق العتيق بمحل اسمه الشمم. خبز طازه، الاكل طازه، الترويقه او الغداء كله موجودين مع بعض. اللي حسيته هون او اللي فينا خبركم اياه عن هالكوزين، انه جاي من كل البلدان مجموعين. بتحسوا في انفلونس ايراني، في شوي من بلاد الشام، في شوي من العراق، في شوي من الجولف او من الصحراء. كلهم صاروا محطوطين مع بعضهم بطاوله غنيه، كثير غنيه، مليئه بالطعمات، بالخضره، بالالوان، بالبهارات. في رز، في لحمه، في دجاج، في سمك، في شيء لكل حدا، في شيء مع دايري مع حليب، في شيء بلا حليب. كتير مبسوط. لا هيدي بخلصها وحده، يعني شوي من هاي شوي من هاي شوي من هاي، وما في شيء بهالدينة. طيب وهيك بتكون خلصت حلقتنا اليوم، لانه رح اقضي كل النهار عم باكلهم، فترويقه غدا عشاء ونلتقى بكره. عم بمزح، يلا سي يو ان بيت.
بتقولوا كويت بتقولوا The Avenues. The Avenues واحد من أكبر المولز بالعالم، وبيقولوا في كتير sources على جوجل بتقول أكبر من دبي مول. صار مقسم على عدة phases وبعده بيكبر. The Garden, Fountains، في أكتر من 800 محل ومحل لعشر تلاف سيارة. The Avenues برمة. حلو بس مش حلو بعقل، هو حلو كتير الديزاين اللوكجري ديتيلز في ناس، وبعدنا بأول مرة. مشغول الضوء كتير حلو حسب انتو شو عم تعملوا. اذا عم نحكي باللوكجري بارت، في كتير جرانيت، في كتير ماربل، في كتير حجر حلو وشوي عتمة. هون نقلنا على محل تاني وين بتحسوا حالكم برا كأنكم عم تتمشوا بفينيس بإيطاليا بالماركتس. الضوء ناتشرال جاي من برا وأكيد كله مغطى وكله إيسي رائع. نقطع من منطقة لمنطقة لمنطقة مدينة، يعني شيك شاك فاتح شي محلين ثلاثة، ستاربكس عنده أكثر من 8، بينك بيريز شايف 2. يعني واحد لازم يقول مش مسافر على الكويت ولا أخذ تيكت وسافرت على الأفنيوز، لأنه يعني واحد بيقضي هون جماعة.
a complete concept. مشهور هون اسمه بيك، ضروري تعملوا زيارة. كتير ذكي، كتير قبضاي. جمع بريتا مانجي يلي هو البراد، فيه grab and go items. من ميل تاني soft serve، فيكو تنقوا 3 أو 4 flavors. بيناتهم كمان في frozen yogurt, fresh counter, قهوة, sandwiches. بتاع كله بمحل واحد، ترندي، كل الشباب هون، كل العالم هون. والبوزة تبعه أو soft serve أو الماري كريم أو الفروزن يوغرت، depending أنتوا شو عم بتنقوا، يلي هو عملهم signature، نسميهم milk or vegan or natural. وفيكم تنقوا 3 toppings. A local concept حبيته. Yet to grow. هون عنا mango and coconut. mango and coconut يلي هن vegan مع شوية فواكه. soft light بس منهم ايسي، يعني ما فيهم تلج، هذا أهم شغلة. هون فتنا أكتر بال soft serve، يعني صار فيهم حليب. lovely. يعني a direct competition to Pinkberry coming from Kuwait to the world. برمتنا هلا بتكفي بمركز عبد الله سالم ثقافي. هو واحد من اكبر المراكز بالعالم، في اكثر من 22 اوضه او جاليري، تقريبا في اكثر من 1000 شغله واحد يقدر يشوفها. بنبلش اول شيء بالسبيس ميوزيوم، ومن هون بننتقل من محل لمحل لمحل. قالوا لنا بده ساعات، يعني لمحه عامه، وانتم لازم تجوا شخصيا تشوفوه.
قديش حلو هذا المعرض. من السبيس ميوزيوم نقلنا على الخط العربي والفن، وهلا وصلنا على الساينس اند تكنولوجي. اذا واحد ما بيفهم طب بصير يفهم طب. الولد اللي عم بيقول يتعلم بيتعلم بكل التفاصيل. الجسم موجود هون، سبور، الرياضه، المكانات، شيء رائع فعلا. وات انفستمنت. ما نحكي عن التفاصيل اكيد، الاي سي كثير منيح، البلاط، الديتيلز، الضوء، بيوتيفول. كنتوا عارفين في هيك شيء بالكويت؟ أنا لا. بعد الشوبينج هونيك هلا فاميلي ديستنيشن، العائله كلها بتنبسط، الاهل بينبسطوا بيتعلموا، الاولاد بيتعلموا بينبسطوا. شيء كثير حلو الشغل، كثير 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 حلو. متحف بيعلم مشغول صح. واو. ومع تغير المناخ
قد تصبح الكويت أكثر حرارة. وقد يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر المناطق الساحلية. مشروع كتير رائع، إذا عايشين بالكويت ضروري تزوروه، وإذا جايين من برة الكويت ضروري على تو دو ليست من بعد المول اوف دافنس. طيب صار 2:30 وصار وقت الغداء. عبالي آكل هندي، نسيت خبركم عن الإنديان انفلونس هون. ليتس جو. Mostly people come here to eat our signature biryani, which is short ribs, and also the Maharaja shrimp, we have mango sauce, special mango sauce that we really made here only in Kumar, and also the salad, the corn salad, the light vinaigrette sauce is really good for those who have light appetite only. The inspiration of this cuisine is like a fusion, it's not the authentic. Thank you.
قاعد بتشوفه رز قاعد على الطنجرة على النار تقريبا شي 10 دقايق. حبيت كتير بطريقة صوص رز لحمة رز صوص فوق بحطها على الطنجرة برجع بسكرها. بيتخمر وبيتبخر وبينطبخ الرز بالصلصة تبعه والألوان واضحة والمكان أكيد فيهم حار فيهم سبايسز كتير. اللحمة بتنطبخ لحتى تدوب مثل الزبدة. واو بيوتيفل فليفرز. الرز حتى لو انطبخ مرتين منه ملبس منه معجن منه ملزق على بعضه. السبايسينس بتبلش شوي 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 بتبلش تبين بالزعيم لونج لاستينج سوبر يومي. هيدا نكفي تشيكن او ماي جودنس انجويبل فيوجن انديان with a touch of sweetness, a little bit of spiciness, super juicy chicken, very good food. هون بالآخر في عنا هيدي الشريمب محشوش عليها هون البطاطا مثل الشيبس المحمصين and a dynamite sweet sour and spicy sauce. Very good food. بعدنا بالأول. More is yet to come. Sweetness of fruits, potatoes, and a huge kick of spiciness. Beautiful. Great. بعتوا لي المنيو كله. Giant. Cheese sambusak مع هيدا الصوص شغلة كتير مهمة. It's literally good food, very good food. بعدين دجاج very juicy and super flavorful dish. And then Afghani chicken. Beautiful. The journey, يعني واحد بحس حاله عم بيركض على حصان بجبال افغانستان. شوي طعمة حريق. طعمة هيك يوغرت بخبية. طلعوا تندور الشام مشويين بيوصلوا ولعانين على الطاولة. Noted with flavor. Very comforting food. إحساسهم كتير حلو طعمتهم كتير طيبة والاختراعات وحدة ورا التانية. هون بعتقد it's a bowl of rice مثل الأرانشيني. And chicken. This is good. This is very good. الحر عم يلحق شوي شوي. Very mild, very soft, very smooth. اللي ما يحب الحر بيجي بينبسط هون. أنا بلشت أعرق شوي شوي. بس it's a super enjoyable journey. It's not intense Indian, it's not complicated. بيحكي هيك لغة التطور والشباب مثل كأنه واحد عم بياكل تكس ماكس او versus real Mexican. Great feeling. More is yet to come. Sweet potato. مقسمين شقف صغار على شقف من اللحمة تحت. Sweet sauce. Peanut butter. Intensely sweet and spicy بالآخر. It comes بالآخر آخر. I'm a fan of sweet potato. في اللي بيقرشوا من فوق مثل chips. في اللي مطبوخين ونقز بيعلكوا بالنص. Oh. I'm a big fan. بحب الهند كتير.
بعتها الهم ومريت بقول فيه كتير بصل فيه كتير توم فيه كتير حار هل بقدر اتحمل الهندي تبع كل الناس conventional average people بيقدر يجوا يأكلوا هون هيدا نحطها آخر وحدة هيدا signature in India بيكون في بقلبها liquid بتاكل لقمة وحدة وبتفقع ماي بالتم It's party time. Good. I'm loving it. تجربة حلوة كتير وتجربة جديدة علي. ما كنت بعرف المكونات مثل ما لازم. بس بأكد لكم أنه في كفاية كاري على أصابيعي فاتوا تحت ضفيرة طيبوا 3 أيام. فهيدا بأكد لكم إياها. بالآخر بتخلص بتحلية يلي هن مثل عوايمات بس على الطريقة الهندية. منهم قاسين مثل طبعنا. شربانين قطر منيح. فلافي مثل الكيك قطراتهم كتير لذيذين انجويبل كتير انبسط ياريت فيني اعيدها اكتر واكتر اكل الهندي غني شوي مثل المازة اللبنانية فيه عدة انواع فيه عدة الوان فيه عدة افكار لحمة دجاج رز كتير كاري كتير حار بس بعيدة كتير بعيدة يمكن بكرة why not استغرق بناءه 7 سنين تقريبا تفضل هذا هو المصلى الرئيسي 10,000 شخص ممكن يصلون داخل المصلى الرئيسي وطبعا المصلى الرئيسي للرجال والنساء اذا بعض الخوات يعني صلوا هنا قبل كنتوا عارفين بشهر رمضان المبارك طبعا الهدف الرئيسي من بناء المسجد الكبير هو لان في كان مسجد قديم في المباركيه هذاك المسجد يعني خلاص مو قادر يستوعب الجروين بوبوليشن عندنا بالكويت يعني بعد النفط وهكذا يعني زاد عدد السكان فهكذا جاءت فكره بناء المسجد الكبير يعني السبب الرئيسي احنا الصلوات في رمضان والاعياد معاي لان المسجد القديم هناك خلاص ما قام يعني قدر يستوعب العدد المتزايد للسكان هنا في الكويت معاي فمثل ما قلت رمضان والاعياد وطبعا هم الصلوات العاديه لكن يصلونها في المصلى اليومي يعني ورانا هناك لان هني طبعا راح يكون شويه ويست اذا الصلوات اليوميه يصلون هنا لان ما شاء الله في وايد مساجد حوالينا فافضل ان يصلوا المصلى اليومي او الصغير حق الصلوات اليوميه طبعا الكل احنا نرحب فيه عندنا بالمسجد الكبير احنا طبعا عندنا اوقات للزيارة نستقبل فيها الكل يعني مو مهم شنو دينك من وين جيت الكل نرحب فيه هني في المسجد الكبير طبعا صباحا من الساعة 9 إلى الساعة 11:30 صباحا ظهرا ومساء من الساعة 4 إلى تقريبا الساعة 7 مساء احنا موجودين وحاضرين وبالعكس تشرفونا وتنورونا إن شاء الله إذا زرتونا هني في ميكروفونات ما كان في مكبرات صوت فيحتاجون يعتمدوا على القبة عشان يعني الصوت ينتشر داخل المصلى طبعا مثل ما انتم شايفين قبة كبيرة جدا بالنسبة للحجم ايضا وزنها ثقيل جدا فكان في عندنا مشكلة مع القبة كان قاعد يسوي ضغط شديد على الأعمدة عندنا هنا في المصلى الرئيسي فسوينا اضفنا البناء هذا اللي احنا نسميه الحزام بين 2011 و2013 الحين ان شاء الله ما في اشكال نمشي تحت القبة ان شاء الله امان لا تخافون وبنفس الوقت اضفنا لمسة جمالية الى المصلى الرئيسي من خلال هذا البناء الجميل اللي تشوفونه حوالي الاسماء الحسنى زين طبعا ممتاز خلينا نكلمكم عن الاسماء الحسنى طبعا لله عز وجل في 99 اسم فالسميع البصير الكبير العظيم في اسماء كثيره طبعا اذا احتجنا اي شيء ندعوه باحد اسماء يعني سبحان الله لله الاسماء الحسنى فادعوه بها معاي فطبعا يعني هو افضل اذا يعني انت تبي تدعي
تختار احد من اسباب الحسن. فمثلا على سبيل المثال لا قدر الله اصبحتم مرضى او شيء، يعني ان شاء الله ما يصيبكم مرض، يا شافي شفيني، مثلا تبي تدعو ان الله يحفظ عيالك او اهلك، احفظ يا حفيظ احفظهم وهكذا. اذا محتاج مصاري مثل قلوب لبنان، زين الوضع شوي استعبان، يا كريم يا رزاق، يعني ارزقني عشان اسدد الديون، اساعد الفقراء، يعني وهكذا. فايش نحتاج؟ نستخدم بعض الاسماء الحسنى مثل ما انتم شايف. وطبعا السميع البصير شنو يعني؟ الرب عز وجل يشوفك وين ما كنت، يسمعك وين ما كنت. لهذا احنا كمسلمين عندنا شيء، يعني نؤمن ان عندنا صله مباشره بالرب عز وجل، ما نحتاج نتكلم مع شخص يعني سيستم الكونفيشن مثلا في بعض الدول، لا نتكلم بالرب عز وجل مباشره، عندنا خط مباشر بينه وبينه على طول. معاي؟ فايش نحتاجه؟ ندعو على طول. وطبعا عشان نقوي الصله اللي بينه وبينه نصلي 5 صلوات باليوم، معاي؟ عشان الصله تكون اقوى، لان معنى الصلاه ايضا غير انها تكون صله بين الرب عز وجل، معاي؟ فهكذا. وشكرا على حسن الاستماع والانتباه. انتم الحين هذا سؤال حق، ليش في 3 ميكروفون؟ ليش مو واحد؟ سؤال حق ليش في 3 مظبوط؟ إيه ليش في 3؟ ما بعرف. ما حاول تعطي إجابة. واحد هو واقف، واحد هو راكع، واحد. طبعًا بعض الزواج قالوا يمكن عندك إمام طويل، إمام قصير، إمام بيبي. خطأ. عارف سبحان يعني مستوى الذكاء يعني مختلف بين الزوار، الله يسامحه. فمشاء الله عليك أنت عارف الإجابة، جزاك الله خير. فهذا عشان لأن دائما إذا تنتقل من وضعية إلى وضعية لازم تعلم حق المصلين ولا شو واحد يعني. يتابعونك، معاي؟ طبعا الامام مفروض يصلي داخل المحراب، لان المحراب فيه 3 اهداف يحققها حقنا. اولا انه يعكس الصوت الى القبه، معاي؟ فهذا الهدف الاول للمحراب. الهدف الثاني انه القبله، معاي؟ يعني نورينا الوجهه للصلاه، هذا الهدف الثاني للمحراب. الهدف الثالث للمحراب هو انه يوفر مساحه. شلون الحين تخيل اخوي انطون، انا وقفت هني بصلي، ما حد يقدر يصلي معي، لازم يصلون وراي من خلفي، زين؟ فايش رايك بدل لا اخليه يضيع سطر كامل، سوي له مساحه هني في الحائط ويصلي داخل، هكذا نوفر مساحه كبيره، سطر كامل يعني خلاص ويفريت اب للناس عشان يصلون معي. فهذا الاهداف الثلاثه للمحراب، الصوت مع القبه ويورينا الوجه حق الصلاة قبلة، وايضا يوفر مساحه حق المصلين زياده. هذا الهدف دائما بالمسجد، التصميم عشان يراعي الصوت وانتشاره، معاي؟ لهذا حتى ما شاء الله مثل انت ملاحظ مع الصوت الطبيعي عادي جدا. طبعا الائمه يختارونهم ما شاء الله صوتهم ما شاء الله عاده يكون جهور وجميل، فبالعكس هم اسهل لهم ان صوتهم ينتشر. طبعا احنا نستخدم التكنولوجيا مثل ما انت عارف، هي الصوت بعد ينتشر بطريقه اكبر واكبر ان شاء الله. فهذه نبدأ سريعة.
صباح الخير، شو بيقدر الواحد يعمل بالكويت؟ الكويت هل هي مدينة سياحية؟ ليش بيحكوا الكل عن الأكل تبعها؟ هل الأكل تبعها فعلاً طيب؟ كويت 3 أيام ما بيقدوا أكيد، لأنه في كمية مطاعم بده مينيموم سنة واحد يزورها كلها سوا. هل هي فيها سياحة؟ اكتشفت أبليكيشن اسمه رو، لأنه هون أوبر ما في. طلعت فيهم بيجوا لعندكم على الأوتيل، لوكجري كارز، بي أم، سيري 7، وبتبرموا فيها محل ما بدكم. برمت ورح شوف الكويت على طريقتي مثل ما أنا بتخيل. جوجل مابس بيساعد، شوية مطاعم من هون، سياحة من هون، وأهم خلاصة هي أنه الكويت كتير مهمة للولاد، في شيء للولاد يتعلموا ويتسقفوا بكل زاوية من الكويت، ومولات مولاتهم كتير كبار. النهار الثالث ببلش هلأ. Next وين؟ 89 مول. ليش؟ لأنه عندهم أطول indoor slide أو توبوغان بالعالم. 6 طوابق. ننزل سوا؟ يلا. Okay. Bye. Come on. وما بقى تخلص. طابق ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا الخامس and we are done. اكثر من هيك هذا المول ما فيه شيء. 6 طوابق بنايه، ما لقيت شيء صوره، ما لقيت شيء اكلو اكشلي. يلا بنكفي على المول اللي حده اكبر منه بكثير. هي قطع الطريق بس بالشوبات بالشمسات بتحسوها 10 كيلومتر، هن 50 متر دقيقة. افوكادو توست، نقص ملح، نقص بهار، الخبز مش محمصة، حاطت فيه فليفلي حمرة. اول مرة بعشر سنين، جديد علي. سوبر سبونجي لدرجة مش مستويين من جوا، وسكر عليهم يعمل سكري extremely sweet. Pink Los Angeles، برمت الدنيا على جوجل،
صار لي ساعة على جوجل وين مين شو عندهم فرع تاني ما لقيت شيء. اوكي ديكور مهضوم. نيكست المحل اللي حده تاني كل شيء طيب هوبفلي تكستشرز اوف ديلايت عنده اسايبول هيدا اللي وقفني قدامه عنده هيك ورقه ارما حسيت انه عبالي بعد ما اكلت اسايي صار لفتره ما اكلت اسايي وعنده بوزه شكلها بالبراد حلوه منا مبينه كريمي منا مبينه دلعه رح دوقهم كمان يلا مندوق بكبايه كرتون في عليها بشي جرانولا شويه ريد فروت والبيري اوف اسايي بتشي تحت بالكعب الاسايي بياخدوه نايس بيعملوه مثل البوزه بيوري فما بتحسوا بالشقف تبعه يعني منه هو الاسايي هون ريد فروتس بس يعني شوي مثل هول فما بتحسوا بالجرينز تبعه ما بتحسوا بولا شيء معموله مثل البيوري احساسها مثل البوزه شوي سويت بس فيري انجويبل على الوجه ريد فروتس very nice. هي اول مره بدوقها بهالطريقه هي اول مره حدا بيعملها بهالطريقه قبل ما اطلبها تاكدت انه منا باودر طلعت بيوريه بيخدها بلبدها بقلب الكبايه بتاخدوها اون ذا رن اتس هيلثي جود زيرو سويتنس يعني حتى الاسايي اللي انا بحبها اللي بكلها بدبي وغيره بيكون فيها مثلا شوجر كين بيكون فيها اغافي سيرب بيكون فيها كثير اشياء هيدي مثل ما هي اوه برافو very good job رح نكفيها بس قبل هاي البوزة اللي خبرتكم عنها ثلاثة flavors اخذت coconut chocolate and lemon sorbet delicious sorbet intense lemon very light very smooth very soft zero creaminess coconut شقف الكوكونات بتحسوا فيهم طلعوا وقفتها قديش حلوه لمعتها حلوه هيدا اسمه healthy chocolate برافو recommended textures of delight ice cream top ريل جيلاتو منا دلعة ما فيها كتير حليب ما بتحسوا ابدا بسويتنس كله مثل ما لازم واذا مش ضايقين قبل اسايي اذا عملتكم اسايي برونق تاني وجديد all in good job guys محل حلو كمان بيفش الخلق عن جد بفشل خلال من ذا جيت بنروح على ال 360 مول بس معلش كان عاملهم دعايه طلعوا السياره قديش حلوه طلعوا قد حلو واي فاي مسكرين الشبابيك اذا بدكم من الشمس او فيكم تفتحون فتحتين بالسقف قاعده كثير حلوه انينه مي الدرايفر لابس كرافات كثير مرتب كثير مهذب لا بيستاهلوا اسمهم روف
360 كمان كثير حلو. فتشت على جوجل مابس قلت له بدي فود هول، قال لي 360 فود هول، وصلنا على المول. Very luxurious and interesting. هذا المحل انه ما بيتروح، نزلنا السلاح الثقيل، ركبنا الميكرو لانه في موسيقى ولانه في كثير ناس حوالي وما بدي وشوش. فناطر هلا لحمه وبنرجع بنخبركم لانه اللي عم بيصير بالمطبخ رائع فعلا. انت بلش اول شيء بالخبريه، قالت لي انت وحدك اكيد؟ قلت لها وحده. ما بعرف اذا لازم بلش بالبريسكت او لازم بلش بالهاف راك اوف ريبز. قلت لها بلش بالبريسكت. كثير ناس بتطلبها بالساندويتش، انا حبيت اطلبها لحمه واحده بس افرجيكم قديش مهمه. اول شيء انا عم بحملها كثير ثقيله، كثير كثير ثقيله، وعلى تقلها لوحده رح تبلش تفرط. بتفرفت بشكل مش معقول. اوف. كمية الفات اللي فيها بتاخد العقل واللحمة. طيب هيا خبركم عن أكبر سموكر أنا شايفه بحياتي. فبعتقد بالبلد العربية هيدا أكبر واحد. ما بعرف إذا هو توربيدو أو إذا هو صاروخ أرض جو، شيء هيوج بالمطبخ اللي هو كله أزاز والناس فيها تشوف شو عم يصير. شوي معتم المحل بس مش مشكل. بتقعدوا هون بتحسوا حالكم هيك transported into a smoking paradise. سموكر كتير كبير، صاروخ هيك كتير كبير، في بقلبه 1 2 3 4 فران، وحدهم في فرنين اللي هن كل شيء له علاقه بالشوي مثل البرجر. اللحمه بتموت. كتير 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 فيها طعمات، كتير فيها سبايسز، كتير فاتي. اوف طلع قلت لك عم بتلمع، اذا عم تبين قديش عم بتلمع قديش. فيها هيك اسيدتي حلوه اجمالا، ما بتحسوها بهيك نوع لحمه. فيها سويتنس حلوه بس كثير خفيفه. فيها شيء مثل الخل بالاخر هيك بزكزك لسان. شيء من اروع ما يكون، شيء من افضل ما يكون. انا كنت بفكر انه بس سموكينج بيصير يمكن بأوروبا أو بأمريكا، مع أني بارم كتير. فيني أقول لكم هيدا من المهمين، من المهمين مهمين. ما عبالي وقف هون. بيصير وقت الجد، بيصير وقت الجد محل ما هيدا تفرط واحدة وبتفك، محل ما هيدا ما بدها ولا effort، محل ما شقفة الرب هيدا لشخص واحد هي شقفة
لحمة بتفرط وحدة بتدوب، ما بدها غير هيك سلايس اوف راي بريد. It's phenomenal. يمكن ما برمت كتير بالكويت، ويمكن ما زرت مطاعم كفاية، بس فين لكم هيدي الزيارة هلا تسوى حق الأوتيل والتيكت اللي دفعتها. هيدا شو المحل؟ من أي كوكب جاي؟ هيدا شو؟ عبالي ألغي كل شي عندي إياه وأرجع اليوم وبكرة وكل يوم طلعوا الفات يلي موجود على شقفة اللحمة يلي لونه أحمر كتير حلو. أوه ماي جود، هولي شو الجماعة؟ هاي شو؟ هاي زبدة أو لحمة؟ البهارات اللي بقلبها، البالانس، الفليفرز. لا لا، هول الجماعة بيربحوا جايزة، ما بعرف إذا ربحين جوائز بس بربحهم جايزة. لإلي يمكن أطيب سموكينج أكلوا بكل منطقتنا. مين البطل اللي وراه؟ ما شفت حدا إنه بنقول له مرحبا كيفك أنت، القصة كلها هون. في موظفين، احترام، استقبال، أكثر من 10 أشخاص عم يشتغلوا. حطوها على الليستة تبع الأطيب 10 أشياء تكره بحياتكم وإذا جينا على الكويت. This before everything else. إن كان مطعم الشمام يلي برجع بعيده أكيد، شمام شمام أو هيدا أكيد. شو عم بقدر أوقف تبعته؟ لأنه أوكي بعد كل هودي بدي آكل بطاطا بعد كل هول. حتى بطاطا طيبة كتير. عم بتغزل فيها يعني. انا برجع 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 على برجع على ال على بريسكت، برجع على هاي الشقفة الثانية اللي موجودة هون بكلهم اثنيناتهم مع بعضهم. منيح انه مطلبتهم مع خبز لان ما بدهم شيء، مش عم بعرف افكر. جود جوب، فيري جود جوب. هلا مين بده يطفي الكاميرا ويرد الامور محل ما هي؟ ما بعرف. هيدي طلعت دعاية لبي ام، عم بيقول لي هلا انه هيدي السيارة 2022 وهلا بعدها ظاهرة من الشركة. يعني انا ثالث زبون بحياته ماشي بس 100 وتقريبا 150 كيلومتر. فعلا سيارة روعة، الكرسي بتجي وبتروح مع كل المساج والعدة هون. لونج فيرجن يعني بنحط اجر على اجر. اي سي تبعها بيجلد، فيها سبيكرز من مكان هيرمان كاردن، والدرايفرز كتير مهذبين، سوبر مهذبين. هلا طلع لهم فيديو كامل اليوم بس عن جد بيستاهلوا. من ميل لميل، من محل لمحل، ربع ساعة كل مرة ما بتحسوا شيء. بعيدة، أكيد بعيدة. Beautiful experience.
اهلا وسهلا بيكم في مطعم شاكر، نورتونا. صمون، شكله مثل الصمون العراقي، شقفة كتير صغير هيك مهضومة كتير، بقلبها في بس لحمة، بقدونس وبصل. لحمته كتير طرية، كتير 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 طرية، بس انتنسلي أسيدك، فيها طعم كتير قوية بالآخر، أبدا ما بتشبه الشاورما اللبنية. هيدي العلبة. هلا في وحده مع حر، مع حر بيت شكل، انتبهتوا؟ مثل الصمون العراقي، لحمه بس، مانا ملفوفه مثل الخبز اللبناني، عجينته كثير دقيقه بتنعمل هون لايف، خبزه طريه، في بقدونس، لحمه، براتور، غني كثير باللحمه، فيري جوسي انتنس، شوية سويتنس، شوية بهارات، شوية مرورة بعيدة، ما حسيت أبداً سبايسينس. أنا صار بيش منيح آخر السهرة، بس ما لها حل كتير كبير، شكله بتعجق كتير 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 كتير. مصدو بيقولوا الثلاثة بياخدوا الأوردرز، عنده بس لحمة بس، ماشي داني. أوكي good enough. ظهرنا محل الشاورما وفتنا على محل تاني كاتب الكنافة الأصلية، فقلنا بنجرب وثائب على حظي انه عم بيعملها هلا طازة، جبنتها دايبة غير شكل، وشفت كيف شربت القطر. واو مزهر الموارد، الطعمين بتطلع منخار، اسمعوا قرشتها قديش حلو، قرشتها حلو كتير، فريش، جبنة سميكة، مالنا مالحة. واو كنافة الخشنة الفلسطينية كتير طيبة، الناعمة بتجي شوي مثل ما نحن نعرفها بلبنان، كمان جبنتها عم تنغط، معمولة من الشقف، الطحين اللي كلهم محطوطين مع السمنة، بحط لها شوية فستق على الوجه، فيها طعم كتير طيبة، فيها فليفرز طيبين، فيها حلاوة حلوة، فيها روايح حلوين، لا كنافة أصلية وبتستاهل، بتخيل عشية عم نعجع كتير، حبيتها، كتير حبيتها، ريكومندد، good job. It's dinner time. خبرونا عن اوتيل فور سيزن، اوتيل كتير حلو، فيه مطعمين كتير مهمين، واحد ايجن واحد ايطاليان، مبدئيا الليل العشاء تليان.
because I'm a tradition of Ampulia. So I used to put the burrata with the watermelon and the tomato. داي فورني العشاء كان رائع، عتم شوي ما قدرت اصور فقلت برجع عشيه بخبركن. حبيت كتير الباستا، فريش باستا الدنتي، صوصات روعه عن جد، كل شيء عنده، شقفه اللحمه، البوتيتو بيوري، الدسير بالاخر، شوكليت سوفلي، فيري جود. والبوراتا بالاول هي اكثر شغله تذكرتها، بحط فيها مش بس تومات صلصه بندوره، بس بحط كمان ووتر ميلون. تخيلت شو مره تاكله بوراتا مع بندورة وبطيخ، كان العشاء كتير حلو، أوتيل كتير مرتب، الإيجن الموسيقى عنده أجواء ولعانة، الله راد مرتجي، أوتيل كتير 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 حلو، برمة سريعة بكل المنطقة عشية، البنايات، الأجواء الحلوة، المطاعم، الفاست فود تشينز، الكوفي بليسز، في مطاعم أكتر ما في بنايات للسكن، واحد إيه واحد لا، واحد إيه واحد لا. الكويت بيرجع عليا، اكيد بيرجع عليا، بكره بالشتويه بيكون الشوب خف شوي، الطقس صار احلى، ترجع ابرم اكثر. هول هن اللي عملتهم هالمره، اكتشاف كويت 101، اول مره بفوت بالجو بشوف ليش الناس بتحكي عن هالمنطقه او عن هالبلد باكلاته الكتير طيبين. وان الله راد نلتقى بحلقه جديده بالكويت، لازم قريبا. Thank you.
Good morning, good morning. عساس نهار الأول والثاني والثالث بالكويت وهيدا أجا بونس أبيزود. ما بعرف كيف سأب الدرس تمام تمام اللي حضر وقال ليش شافوا ولا خليل ليش شافوا ولا باب ما شفنا نحنا طب سأب هيك ركبت هيك وباب من اللي بيوع ساعة 6:30 إجا لعندي على الأوتيل وقال لي مش ما تعطى الهم قلت له 10 بده يكون بالمطار قال لي ما تعطى الهم نحنا من جماعة بتوع بكير فهلا بعرفكم على باب بعرفكم على خليل وشو بيعملوا هون فقالوا يلا بنتروق مدينة أندلوكا ما حد من المحلات اللي كتير بحبهم كتير كتير بحبهم بحبهم بأمريكا بحبه بلندن بحبه كيف هو هذا المحل الجورميدي اللي كتسن شوب ومش بس هيك عندهم أكل كتير طيب بس ما كنت أعرف أنه عندهم adaptations للميدل إيسترن فود بيناتهم المنقوشة مع جبنة طلعوا هيدا الشيء اللي عملوا لي أكيد إكس بنديكت هولانديز التوست الحلوم والفتة والجبنة طلعوا هون الانجليش بريكفاست الكامل كونتيننتال الكرواسون مع بيض ما بعرف وين بدي بلش وفي شيء كتير لفت لي نظري هو هيدا لبنه مع فته اوكي ليتس ستارت فهيدا بونس ابيزود مثل ما قلنا اخر نهار قبل ما فل اف شكل العجينه طريه منيح فيري جود ستاف عجينتهم كتير 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 طيبه والجبنة والميكس مع الزعتر هذا الزعتر الأسيديك الانتنس نقعد نرجع نجمع أفكارنا ومنقلع ما بعرف إذا كرواسون أو هيدا نعمل هيدا بيض ساوردو بريد افوكا شكله حلو ها هيدي اذا اكلت هلا ودقت بمنخاري وطلعنا الدنيا هيدا نجر ضبطت افوكا هولنديز حامضة شوي شوي صغيرة very interesting الجبنة اللي تحت خبزة طرية crunchy borders good stuff good stuff هيدا الشيء بشح flaky croissant scrambled eggs طلع قديش محشية واو كيف بتربح هيدا؟ هيك كتير بتربح بلا اللبنة بتربح بيك تايم بتربح كرواسان طبعاً روعة بيور بوتر كرواسان سوبر فليكي والبيض اللي جوا سكرامبلد بس ما نشفهم الشبيبة هون لبنانية الشيف والمانجر برا بيعمل شغل كتير حلو كتير 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 حلو ترجع على المحل محل حلو ديكور السقف العالي الضو على البحر الفيو وبعدين intercontinental international out of this world breakfast ختامها مسك مثل ما بيقولوا مرسي يا شباب ما بدنا ننسى كلير ونقول لها مرسي لكلير نعم كلير بنقول لها مرسي كتير لكلير لأنه كلير هي اللي تلفني لها وقلنا لها جايين بكير واهتمت فينا وقالت لهم للشباب يكونوا حاضين وساعة 8 كانوا فتحين الباب والمطبخ جاهز فتانك يو المرت الجاي منصور بتكوني انت هون انا مكفى وفي جوع عتيق طلعوا الخبز واو تسمل يلا جريت نكست تايم بتكونوا هون جين أندلوكا ما قلع كتير بدبي ما عرفت ليش مع انه محل كتير مهم ناكس تايم بروح على الفرقة التانية محل ما فيه الجروسيريز عند الشوبينج تنبسط اتمنى نالك ما برجع على البيت ايدي فاضيين قول الشباب لازم اعرفكم عليهم انه وعيوا ساعة 6 كرمالي ضروري هلو ابراهيم نعمة بوب بشتغل مع SAP I'm an implementer delivery manager مسؤول هون بالكويت
خليل دكور، بزنس ديفلوبر مانجر، اوكي ام جي اس كومباني اي تي فيلد. انا لي 4 سنين بالكويت، خليل له شيء 14 سنه. 14 سنه بالكويت. يس. انطوني بالنسبه لنا هو الويك اب كول تبعنا، سو نحن ويك اندز او بارديه الجمعه الساعه 6 وعيين ما عندنا شيء نعمله، بندور التي في، بنحط يوتيوب، شو في اخر الحلقات من انطوني. وصلنا لدرجه صرنا بس ننزل على لبنان وي فولو انطوني، يعني وين انطوني بيروح يعني ذس از ا جود بليس بنروح لهونيك. سو ساقه بتعرفنا بالصدفه انه هو راح هون بالكويت وهي واز ليتل بيت بيزي. امبارح بالصدفه عشيه اي دي امد هيم، اوكي خلص ليتس ميك بريكفاست تومورو، بس قال لي بدي صور حلقه حلوه. سو قلت له ما قلنا غير دينا ديلوكا نجي لهون، وهوبفلي هوبفلي ناطرينه within the upcoming months بدنا نعمل شيء خويت على 4-5 ايام. أنطوني هو سفير السياحة عنا بلبنان، هو مرشدنا السياحي ببلدنا، هو اللي بيدلنا على الأماكن اللي نحنا ما بنعرفها، اللي الفرنساوية بيجوا بيروحوا على بعلبك بيعرفوها أكثر من نحنا لما نزلنا من وراء أنطوني، صرنا بنروح على هيدي الأماكن صرنا بنعرفها. أنطوني هو بالنسبة هو البوزيتيف فايبس اللي بقدر أخذها أنا بما أني برات لبنان، فهو الوحيد اللي بيعطيني هيدي البوزيتيفيتي، بيعلقني ببلدي، بخليني أرجع لا لبنان بعده موجود، فيني أشتغل برا وفيني أرجع أعمل سياحة بلبنان وفيني أنزل و bring our fresh cash with us to spend it there. هيدا 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 المين اوبجكتيف من 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 رسالته لأنطوني، يعرفنا على 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 المدام الختياره اللي عندها محل منقوش تحت الدرج بتترزق منه ما حدا بيعرفها طال عندها الفيمس، كل المطاعم المشهوره كثير كل العالم بتعرفها، بس لما تروح لهونيك حتلاقوا الطيبه، حتلاقوا البوزيتيفيتي اللي بتعطيكم اياه، حتلاقوا الاخلاص والمحبه بكل لقمه انتم بتاكلوها. ثانك يو كثير أنطوني، باسمي وباسم اللبنانيه بالكويت انا كثير بتشكرك على اللي عم تعمله لنا، وان شاء الله اكيد فور فيوتشر مثل ما كان عم يحكي بوب هلا، ان شاء الله فيوتشر وحنعمل لكم اشياء خويت بالكويت ان شاء الله. وعدوني بحلقه غير شكل، وعدوني بحلقه من هول الحلقات اللي مثل ما انا بحبهم، يعني الانكونفشنال بليسز، ما عنده انستغرام ما عنده فيسبوك، بالطريق اللوكلز كيف بياكلوا الرزات، قالوا لي في فوارغ، قالوا لي في كثير اشياء حلوه، وان الله راد نرجع نلتقى. بقول لهم ميرسي اكيد، ميرسي على الاستقبال وعلى الترويقه اليوم، بس اهم شيء خلينا نرجع على الموضوع لانه هيدي واحدة من الحلقات القليله اللي ما اكلنا فيها منقوشه، ففينا اقول لكم اذا عبالكم منقوشه طيبه كتير مهمة. رقيقة منا تاشة، وقفتها كتير حلوة، جبنتها كرامة زعتراتها، this is a good منقوشة، زعتراتهم كتير مهمين، أخضر فاتح يمكن شوي أردني، الجبنة منا مالحة بس منا حلوة، this is a good job. Good job. يلا enjoy your day and breakfast مع عصير الرمان، وهيك من إلا باي للكويت وملتقى بالحلقة اللي بعده. بعد شي دقيقة بالمطار، معقول ارجع فيلم المطار ما جرب مطاعم المطار، ايه ملتقى بعد شوي. منقوشة فهمنا البيض فهمنا، بس صايبينها on all fronts. البانكيك بتطلعوا البانكيك هالقد كبيرة بتقول اف كبيرة، يمكن مش مستوية من هون ومش مستوية من هون، بتطلعوا بالبانكيك مشغولة صح، ميبل سيرب عليها عالقد بالاخر بيعطيها سويتنس اللازمة، سبونجي ومستوية من جوا، comforting هيك انجويبل. هلا بدها شقفة بيكن يعني، بس انا من طيبة هيك. وحتى نطلع هون فرنش توست مش دلعة، علقة زبدة، علقة كل شيء مخمر على هذا، عن جد ختامها مسك enjoyable and pleasant experience.
اخر وقفه لما اطلع الطياره وشفت انه ريزن كان فاتح في المطار، فقلت ليش لا، مع انه صارت هلا تقريبا الساعه 11:30 يعني وقت الغداء بلا ما اكل على الطياره. الاكسبيرينس كان كثير حلو، كثير 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 حلو، حبيت كثير الاكل الموجود وين ما كان. ما قدرت اكل لبنان كثير، ما لحقت، اربع ايام كانوا كثير سريعين بين التبليش والنهايه، كنت عم بوعى كل يوم كثير بكير خلص يعني على القليله مأخر. بس فينا اقول لكم انه بوعدكم الالراد رح ارجع قبل اخر السنه، لانه شفت انه في كثير اشياء بعد فينا اعملها، تعرفت على اشخاص بتاخذ العقل، في مطاعم لبنانيه بعد ما زرته بخبروا كلهم انه الاكل اللبناني هون كثير طيب. خلاص قبل ما اظهر بقول انه في نفس بهالبلد، في اكل بهالبلد، في شيء حلو، في شيء طيب، في شيء لذيذ، في كل شيء اكلته، ان كان فرايد تشيكن لحديت الاكل الشارع، في شغف للاكل اللي معمول كثير صح. انبسطت انه شفت اشياء كثير للاولاد، فاذا عايشين هون او عبالكم مفكرين تنقلوا لهون في شيء للاولاد يعبيهم ويسليهم كل الوقت. سياحة ما كتير يعني، بثلاث ايام بتخلصوا كل شيء، اذا ما بتحبوا الاكل منو البلد لكم. ما في كتير اشياء بتنعمل، مولات اول ذا واي، الافنيوز، شو هالمول شو هالمول شو هالمول. كنت قاعد بالكورتيارد ماريوت اللي حبيته كتير، خفيف نظيف سريع، طلع اوضه نزله عندان المطار، ثلاث ارباع المحلات المسكرين هون، يعني في محلين من هالميل اللي هن الشاي، يعني شيك شاك رايزنج كينز وستاربكس، تاني ميل هي امريكانا مسكره كلها فور ناو، يمكن ترجع تنفتح. قبل ما نفل هيدا الدجاج الوحيد يلي اول شيء مثل ما قلنا هو الفيليه الاساسي تبع الدجاج، الباتر الوحيد بين كل الكومبيتيتورز اللي ما بحط فيه غارليك باودر، مطبوخ مزبوط، قرشته من برا مثل ما سامعين، سوبر جوسي، سيجنتشر شوز تو، ما في الا بالغارليك بريد اند دايت كوك. كويت فيري كويك، من بعد 6 سنين يعني 2016 كانت هيك اوفر فيو، كمان كانت مركز وقتها على اللبنانيه. نرجع قريبا، طيارتي بعد ربع ساعة ولازم اركض. سيو، باي.